السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن بعض النصائح اللي تساعدنا في نجاح عملية التركيبة، بغض النظر كان على حمضيات أو على تين أو على أي نوع من الأشجار، لكن في بعض النصائح لو اتبعناها تساعدنا وتزيد من نسبة النجاح عندنا في التركيب. مثل ما انتم شايفين عندي هذه الأصل ترنج، واللي ركبته عليها اللي هو نوع من الليمون الأصفر اللي هو الينبن لزبن ليمون، ليمون أصفر من هذا الصنف، صنف معرف متأكد من أصله وكل شيء. راح نتكلم عن 10 نقاط مهمة جدا في نجاح التركيب. النقطة الأولى اللي هي الأصل اللي راح نركب عليه. في البداية نختار أصل احنا نعرف انه يستحمل تربتنا ويستحمل البيئة اللي راح نزرع فيها. مهم ان الأصل يكون متأسس، يكون سميك، يعني مثل ما احنا شايفين هذه الأصل في سمك، يعني تقريبا سمك لبهام، ففي سمك ومحطوط في أصيص 20 لتر، فالجذور يعني مالئة الأصيص، متأسسة قوية، فهذه النبتة كانت قوية يعني تعدت المتر وزود قبل لا أقطعها وأركب عليها. فمهم أنه يكون عمر الأصل سنة أو أكبر، ولكن مثل ما ذكرت مهم أنه يكون متأسس، يعني ما في فائدة أن أنا أخلي أصل في أصيص صغير وأخليه في سنة ما في جذور كفاية، ما في حجم كفاية في الأصل على أساس أنه تكون النبتة قوية. فهذه أول نقطة اللي هي الأصل واختيار الأصل الصحيح وحجم الأصل الصحيح. النقطة الثانية نستخدم الغصن اللي راح نركبه يكون طازج بأكثر نسبة ممكنة، يعني إذا راح نطلبه من برا هاي مو بيدنا، يعني نحاول إن الشحن يكون سريع بأكثر شكل ممكن، ولكن إذا راح أخذ غصن من الحديقة هذه أحسن شيء، لأن الأصل عندي والغصن عندي من نفس الحديقة، فمجرد أقطع هني أقطع وركب على طول. وهذه كان من أهم الأسباب اللي ساعدني في نجاح هذه الشجيرة، لأن عندي نفس الغصن اللي ركبته، فمجرد خذته من الشجرة الثانية وركبته على هذه على أساس أن حاب أكاثر الشجرة عندي في البيت، فيكون الأصل عندي طازج. إذا ما أقدر أخذه من عندي مثلا راح أخذه من صديق أو من مكان ثاني، على طول بعد القطع نحطه في كيس بلاستيك اللي ينصك يكون محكم الإغلاق وناخذه معنا على طول. إذا ما راح نقدر نركبه في نفس اليوم بسبب مثلا الجو أو كذا، نخليه في الثلاجة في مكان بارد على أساس يحافظ على الرطوبة والحياة في الغصن إلى أن نقدر نركبه، يعني ما نحاول نتأخر أكثر من أسبوع بالكثير، يعني هذه على أساس يتم الغصن طازج. أنا هذه قطعتها في نفس اليوم وركبتها في نفس اليوم. النقطة الثالثة اللي هي أن النبتة قبل أن نشتغل عليها تكون مروية بشكل جيد، هذه يخلي أن الغصن أو الساق يكون شارب ماء ورطب وفي عناصر، ويساعد في عملية اللحاء أنه يكون في رطوبة حق التركيب. هذه أيضا مهم جدا، يعني يا أما في الليل نسقي النبتة بشكل عميق وبعدين نركب عليها اليوم الثاني، أو أنه مثلا لأن إحنا ما راح نشتغل في أوقات عز الشمس، يعني الظهر أو العصر، نشتغل في آخر العصر لما الشمس تكون نازلة والجو يكون أبرد، يفضل أن الشغل يكون في الجو البارد. فنشرب النبتة ري عميق مثلا ممكن الظهر، نشتغل في العصر مثلا، أو نشربها شربة عميقة الليلة اللي قبل وبعدين نشغل عليها في العصر اليوم الثاني. وهذه النقطة الرابعة وقت الشغل. مثل ما ذكرت نشتغل وقت اللي الشمس تكون خفيفة، مثلا في اليوم اللي يكون فيه غيم، أو في الأيام العادية اللي ما في غيم ممكن نشتغل في أواخر العصر قريب المغرب لما الشمس تكون نازلة والجو يبرد وما تكون في شمس حادة على النبتة وكذا، لأن هذا يساعد في الجفاف ويتعب الغصن اللي راح نركبه ويتعب الأصل أصلا. فنشتغل وقت اللي الشمس تكون فيه أبرد. طبعا ذكرنا موسم التركيب في فيديو اللي شرحنا فيه التركيب، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، ولكن عموما أنا شخصيا أحصل نجاح أكثر لما أركب في
نوفمبر إلى يناير، هذه الثلاث أشهر لأنها تكون الأبرد عموماً أحصل فيها نسبة نجاح أعلى، هاي تجربتي الشخصية. ولكن ممكن أن نركب من خلنا نقول أكتوبر إلى فبراير أو بدايات مارس، ممكن نركب في هذه الفترات. ولكن التركيب في بداية الموسم نوفمبر ديسمبر يناير يعطيني فترة أن الجرح يلتئم والغصن يبتدي يكبر قبل لا أفكر أن مثلا أنقل الشجرة إلى أصص أكبر أو أي شيء، فيعطيني فترة أن النبتة تتقوى وتكبر قبل دخول الربيع والصيف، فشوي النبتة تكون أقوى قبل الصيف. النقطة الخامسة اللي هي تجهيز كل المواد اللي نحتاجها قبل أن نبتدي أي عمل، مثلا المقص، السكين، الشريط اللي راح نلف فيه، كيس الورق، الكيس البلاستيك أو المطاط اللي راح نلف فيه، كله نجهزه ونكون جاهزين. طبعا مهم جدا ان كل ادواتنا من المقص والسكين اللي راح نقطع فيها الاشجار او الاغصان تكون معقمه، يعني نستخدم فيها كحول او هيدروجين بروكسيد. طبعا الكحول احسن لان الهيدروجين بروكسيد محتاج تخفيف على اساس ما يسبب شوي تآكل في الادوات. الكحول أأمن على المعدن أو الفولاذ مال الأدوات عموما. النقطة السادسة اللي هي أن نشتغل بشكل سريع. طبعا لما أقول بشغل سريع يعني ما نكون مرتبكين وفيها هلع وكذا، ولكن لا، لما يكون كل شيء جاهز مثل ما ذكرنا في النقطة الخامسة هذه يسهل لنا أن نشتغل بهدوء ولكن بشكل أسرع. يعني أقطع الغصن عندي جاهز، أقطع الغصن، أشكل الحد اللي أحتاجه وأركب، يعني ما تعدى المسألة دقيقة عندي أو بالكثير دقيقة ونص، لأن كل شيء جاهز، مجرد أركب وأحط ألف وأسكر وخلاص وانتهى الموضوع عندي. لأن كل ما طولنا في مسألة التركيب وكذا نسبة الجفاف تزيد. الفكرة كلها إن إحنا نبي نحافظ على الرطوبة في الغصن وفي الجرح اللي قطعناه في الأصل. فنشتغل بشكل سريع ولكن ما نرتبك، نحافظ على هدوءنا حتى لو أول مرة، يعني حتى لو ما نجح ما في مشكلة، الأصل راح يموت شوي، ممكن نقطع ونرد نركب مرة ثانية لو ما نجح، فما نخاف من هذا الشيء يعني. وبالعكس مثل أي شيء في الزراعة كل ما جربنا أكثر راح نتعود، راح نتمكن من الموضوع أكثر ويصير أسهل بالنسبة لنا. النقطة السابعة وهي مهمة، لما نسوي الجرح في الغصن اللي راح نركب، لما نشطف الغصن بالسكين على أساس نشكله إلى شكل حاد أو بشكل كأنه يعني سبعة أو حسب نوع التركيب اللي راح نركبه، بغض النظر إذا كان قلم أو بالعيون أو باللحاء، في أنواع كثيرة، مهم جدا أن إحنا ما نلامس المنطقة اللي جرحناها على أساس ما نلامس المنطقة الحية، المنطقة الخضراء اللي هي الكامبيوم. هذه المنطقة الحية مهم لأن الجلد فيه إفرازات من زيوت وكذا، فما نبي نلامس لأن هذه تعتبر بالنسبة حق الشجرة جراحة، فما نبي ندخل أي عناصر غير معروفة. واللي خايف من هذا الشيء ممكن يلبس قفازات بلاستيك على أساس يكون أسهل بالنسبة له. يا أما نحاسب يدنا تكون إلى الخلف ما نمسك محل الجرح أو نلبس قفازات من باب الاحتياط، ولكن مهم إن ما نلامس المناطق المجروحة أو المنطقة الخضراء بالذات اللي تنكشف اللي هي المنطقة الحية اللي هي منطقة الكامبيوم. هذه مهم جدا في الأصل وفي الغصن نفسه اللي راح نركبه. بعد ما نركب مهم إن إحنا نثبت الغصن بنوع من شريط التركيب، نلف عليه. وأنا شخصيا طبعا في طرق كثيرة، ولكن أنا مثل ما عودتكم أشرح لكم اللي أنا أسوي وتجربتي الشخصية. ألف الساق إلين تقريبا جزء من الغصن نفسه، ألف عليه بالشريط التركيب، وبعدها ألف عليه هذه المطاط اللي يكون شوي عريض، أقطعه يعني القطعة الواحدة أقطعها وأسوي منها ثنتين، وبعدين فوق الشريط اللي ركبته ألفها
على أساس تضغط وتحكم لي الغصن وتأكد من ملامسة الجزء الحي في الأصل وفي الغصن، لأن إذا ما صار في ملامسة في أي نقطة التركيب راح يفشل. فإحنا مهم أن لما نركب أن اللحاء أو الكامبيوم يتلامس في الجهتين لو نقطة واحدة، يعني مو بشرط يكون ملامسة كاملة، لو يكون بس ملامسة في نقطة واحدة راح يصير في التحام. طبعا كل ما زادت مساحة الملامسة يصير في نجاح أحسن، ولكن مثل ما قلت نلف الشريط بعدين نلف عليه المطاط وبعدين أرد ألف لفة ثانية بالشريط فوق المطاط على أساس لو مع الوقت بغت تنفتح هذه القطعة الشريط يحكمها في مكانها وما تنفتح عندي. فهذه يساعدني في إحكام التركيب والضغط وأن أتأكد أن في ملامسة. فهذه جدا مهم جدا مهم على أساس يصير في التحام ونجاح في التركيب. النقطة التاسعة لنجاح التركيب، مثل ما قلت لكم أنا ما ألف الغصن كامل، فلازم أحفظ الرطوبة في الغصن من فوق. فأنا شو أسوي؟ أخذ كيس بلاستيك شفاف مثل ذي، بعد ما ألف الشريط والمطاط وطبقة ثانية من الشريط أركب هذه الكيس على الشجيرة وأصكه بمطاط مرة ثانية أو بخيط. ولكن الحين لما أنا حطيت هذه الكيس راح يصير في عندي احتباس حراري، فلازم أقلل هذا الشيء، فأستخدم كيس ورق مثل هذه كيس عادي وأغطيه كامل وأحكمهم اثنينهم على أساس يقلل لي ويضلل لي ويصير داخل فيه برودة أكثر ويحفظ لي الرطوبة في الغصن، لأن إحنا ما لفين الغصن كامل. في ناس تلف الغصن كامل وهذه عادي، ولكن بعد يفضل تظليله على أساس نحفظ الرطوبة، لأن حتى لو لفيناه بالتيب أو الشريط البارافيلم أو الشريط التركيب مع الشمس راح يصير فيه جفاف لابد، ولكن مع هذه الإحكام يعطيني حفظ للرطوبة وتقليل للشمس فيصير أبرد ويقلل لي من الجفاف. فهذه جدا مهم على أساس أنه ينجح عندي التركيب، لأن بدونه أضمن لكم راح يفشل. والنقطة العاشرة والأخيرة اللي هي أنه طبعا إذا راح نركب على شجرة في الأرض ما راح نقدر نحرك الشجرة، راح تبقى مكانها، فالتركيب يكون مكانه. بالنسبة للأشجار اللي في الأصيص نخليها مكانها، ما ننقلها إلى مكان مظلل وبعدين نرجعها، لا راح نخليها في هذا المكان، خلاص نخليها في هذا المكان ونركب عليها، لأن ما نبي بعدين ننقل النبتة مرة ثانية ونسبب صدمة للغصن. عادة التركيب ينجح خلال 3 أسابيع، يعني إذا 3 أسابيع ما شفنا الغصن حي وبداية التحام، حتى لو ما في نموات قوية، الغصن حي بعد 3 أسابيع في بداية يعني نمو، خلاص ممكن نفتح الكيس ونكشفه على طول، نكشفه في الليل أو المغرب وخلاص نتركه يعني. وفي نقطة مهمة بالنسبة للأشجار اللي تكون أكبر أو في الأرض، مثل ما أنتم شايفين الحين هذا الساق عندي ما في أغصان، قطعته كان في أغصان مثل ما قلت هي كانت متعدية المتر متر وزيادة، قطعتها وركبت عليها، فالشجرة ما عندها إلا هذا الطرف تودي فيه، كل البراعم اللي هني جرحتها على أساس ما ترد تنمو، لأن ما بيها تنافس هذه الغصن وتغذي أي نمو ثاني غير دي. في الأشجار الثانية الأكبر مثلا لو في غصن رئيسي وركبنا على غصن في الأسفل، أغلب الظن أن النبتة راح تتخلى عن هاي الغصن كليا وراح يموت. ليش؟ لأن عموما أغلب الأشجار فيها شيء يسمونه apical dominance، اللي هو أن الطرف الأعلى في الشجرة هو اللي يكون طاغي على الشجرة، اللي هي تعطي الطاقة الأكثر والمغذيات الأكثر، لأنه هو اللي قاعد يعطيها شمس أكثر، يمتص شمس أكثر ويحولها إلى طاقة أكثر. كأننا نقول الشخص اللي يؤدي أكثر انكافئة أكثر، فنفس المبدأ حق الشجرة، الغصن اللي يعطيها طاقة أكثر راح تكافئة وتغذي أكثر، الغصن اللي تحت
وفي الظل وضعيف وما قاعد يأدي، خلاص راح تبتدي شوي شوي تقلل عنه وتتركه وتحمله وممكن يموت. فنكون حريصين لما راح نركب على شيارة، بالذات الشيارة راح تحاول تغذي أصلها. يعني مثل ما قلت، لو الأصل مرتفع وعندي غصن بس أقصر من هذه الغصن وركبت عليه، الشجرة راح تركز في هذه الساق لأن هذه أولاً تحت وانجرح، وهذه أصل وصاير أطول وأعلى. فهذه نقطة مهمة جداً ننتبه لها. حتى لو اتبعنا كل التعليمات قد ينجح، صح قد ينجح، لكن النمو راح يضعف بسبب وجود أصل في الأعلى وأقرب إلى الشمس، فالنبتة راح تغذيه أكثر وراح تحمل هذه الغصن المركب. فهذه ننتبه لها. لو بغينا نسوي شجيرة فيها كذا صنف مركب، مثل ما سوينا في تجربة السوبر سي أو السوبر حا، واللي حاب يشوف التجربة راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، سوينا ليمونة فيها صنفين. مثل ما تذكرون الشجرة كانت مفتوحة بهذا الشكل، قطعناهم في أماكن متساوية على أساس ما يكون غصن أعلى من الثاني ويطغي عليه والشجرة تترك هذه الغصن. فالحين اللي صار وراح تشوفونه في إن شاء الله فيديوهات قريبة، إن الغصنين نموا ولو إن واحد أقوى من الثاني بسبب صنفه، ولكن الحمد لله اثنينهم مستمرين في النمو لأن ما عطينا واحد أفضلية في إنه أرفع من الثاني. فهذه نقطة مهمة جدا. فهذه أهم 10 نقاط نحطها في بالنا وقت التركيب، بغض النظر طريقة التركيب مثل ما قلت. جربوها، حاولوا، الحين للحين عندنا وقت في الموسم، والله يوفقكم إن شاء الله. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص التركيب أو أي موضوع ثاني ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.